أقول بكل ثقة، لن يستطيع اليهود أبدا أن يستولوا على القدس إلى الأبد، فالذي جعل القدس سكنا للأنبياء لن يديمها أبدا سكنا لقاتل الأنبياء. لا أقول ذلك رجما بالغيب، بل أنا أبشر الأمة بأن القدس على أرضها سترفع راية الجهاد وستكون الملحمة الأخيرة. هذا وعد ربنا ووعد نبينا. قال الله جل وعلا في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. خلي بالك من البشرة دي: ثم لا ينصرون. هل تصدقون الله جل جلاله؟ يا خير خلق الله خير المرسلين. والله لن ينصروا أبدا. هذا وعد ربنا الذي لا تخلف ولا تغير، وهذا وعد نبينا. بل أنا أقول لكم يا شباب الأمة، أبشروا، فورب الكعبة ستقام الملحمة وسترفع راية الجهاد على أرض القدس، بل وستنزل الخلافة الراشدة الأرض المقدسة. بالنور والإسلام والحق المبين. كان صلى الله عليه وسلم والمسلمون يذبحون ويقتلون ويتعرضون للعذاب في مكة، كان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون حول أبواب دمشق، على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي. من حديث أبي حوالة الأزدي أن الحبيب النبي وضع يده يوما على رأس أبي حوالة وقال: يا ابن حوالة، اسمع، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. الله 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 الله، خلاص هتنزل، ورب الكعبة ستنزل الخلافة الأرض المقدسة. فاصبروا أيها الأبطال، اصبروا أيها الأطهار، اثبتوا، ما هي إلا لحظات والكل سيموت. موتوا بشرف، موتوا بكرامة. يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت، اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. خلاص، اللهم يا قدير ارزقنا الصلاة في الأقصى قبل الموت.